السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم لين أسامة عبد الكريم، أخصائية تغذية سريرية ورياضية، مثقفة صحية لمرضى السكري، مدربة لياقة بدنية، مؤلفة كتاب لسة تفاحة وكتاب كيف تزيد من وزنك. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن بعض اضطرابات الجهاز الهضمي بعد عمليات السمنة وكيفية التعامل معها. إن شاء الله يكون مقطع مفيد لكم. الإسهال يعتبر أحد الأعراض الجانبية الوارد حدوثها بعد عمليات السمنة، سواء بالأيام أو الأسابيع الأولى أو بمراحل متأخرة قليلا. طبعا بحال وجود مشكلة الإسهال، من الأشياء المهمة الحرص على تناول كمية كافية من الماء والسوائل لتجنب الجفاف. أيضا تجنب تناول الأطعمة عالية السكريات والدهون لزيادتها من مشكلة الإسهال سوءا. طبعا بحال أنه الشخص كان بالمراحل الأولى اللي بتعتمد على العصيرات، يتأكد أن العصيرات اللي بتناولها ما فيها نسبة سكريات مضافة. بحال الشخص مثلا كان بمرحلة السوائل الكاملة، يحاول يخفف من العصائر ويعتمد على منتجات الحليب، وأيضا يحرص أن منتجات الحليب ما يكون فيها نكهات، لأن النكهات غالبا عالية جدا بالسكريات، فهاي الحاجة بتزيد من مشكلات الإسهال. أيضا الدهون، لو كان شخص مثلا بتناول أطعمة مقلية أو أطعمة عالية جدا بالدهون تزيد من مشكلة الإسهال، فيحاول الشخص أنه يتجنبها ويعتمد على طرق الطهي الأخرى اللي تكون أقل بالدهون، مثل القلي الشوي، استخدام القلاية الهوائية أو السلق بالماء. أيضا من الأشياء المفضلة تناول الزبادي واللبن المدعم بالخمائر النافعة أو ما يعرف بالبكتيريا النافعة. أيضا بعض الأشخاص ممكن الحليب يسبب لهم إسهال، فيتجنبه ويعتمد على الزبادي واللبن لو لاحظ أنه مع تناوله للحليب بتزيد من مشكلات الإسهال عنده. أيضا من بعض الأطعمة اللي بتساعد على تقليل مشكلة الإسهال بتم تناولها طبعا حسب المسموح بالمراحل، مثلا الموز، عصير التفاح خالي السكر، والبطاطس المسلوقة، أو مثلا مثل الرز المصري. الأشياء هاي بتساعد بتخفيف حدة الإسهال. أيضا تجنب استخدام الأطعمة المحتوية على محليات صناعية. البعض ممكن يكون بيستخدم أطعمة الحمية أو أطعمة الدايت، بتكون مضافة لها كمية عالية من المحليات الصناعية، فغالبا بتزيد من مشكلة الإسهال أو قد تكون هي سبب المشكلة. بحال طبعا كانت مشكلة الإسهال مستمرة لفترة طويلة وصار في جفاف، مهم جدا من الشخص أنه يتوجه ويتابع مع فريقه الطبي وما يهمل الموضوع عشان ما يصير جفاف لا سمح الله. أيضا مشكلة الإمساك من أحد المشاكل الوارد حدوثها. طبعا الأشخاص بيختلف يعني المشكلة اللي ممكن تظهر عندهم سواء بأول الأيام اللي بعد العملية أو اللي بعدها. فبعض الأشخاص مثلا بالمراحل الأولى بسبب أنه الحمية أغلبها سوائل قد تظهر عندهم مشكلة الإسهال، والبعض على العكس تماما بسبب أنه الحمية ما فيها كمية ألياف أو ما فيها نسبة ألياف جيدة من الأكل، فممكن تظهر عندهم مشكلة الإمساك. فدائما يعني الأعراض بتختلف من شخص إلى آخر، وقد تظهر وقد لا تظهر. بحال وجود مشكلة الإمساك من المهم جدا الحرص على تناول كمية كافية من الماء، إدخال الأطعمة العالية بالألياف حسب المسموح بالمرحلة مثل الخضار، الشوفان، الفواكه. أيضا تناول فاكهة أو عصير البرقوق أو البخارة كملين طبيعي، من الممكن تناولها على شكل الفاكهة الطازجة أو المجففة. لو كانت المجففة من فضل نقعها بنص كوب ماء، ومن الممكن خلطها بالخلاط بحيث أنها تصير عصير، أو تناول الماء نفسه أو تناول الفاكهة المجففة نفسها حسب الشخص بأي مرحلة، تعتبر جدا جدا ممتازة كملين طبيعي. أيضا ممارسة المشي والتمارين الرياضية حسب الموصى بها، لأنه دائما الكسل وقلة الحركة بتزيد من مشكلة الإمساك بشكل سيء أكثر. تنظيم تناول الوجبات بشكل جيد بحيث أنه ما تكون كمية الطعام المتناولة أقل من الكمية المطلوبة. أيضا من المهم معرفة سبب الإمساك، هل هو مثلا بسبب تناول بعض الأدوية والمكملات مثل الحديد والكالسيوم، أو بسبب قلة شرب الماء، أو بسبب قلة الحركة.
أو بسبب قلة تناول الألياف والأطعمة العالية بالألياف. فدائما بناء على السبب نحن بنحاول نحل المشكلة، فاحرصوا على مناقشتها مع مختص التغذية اللي بتتابعوا معه. بحال أيضا ما انحلت المشكلة بالطرق اللي ذكرناها، ممكن استخدام مكملات الألياف الطبيعية بتم صرفها عن طريق أخصائي التغذية، وبحال ما فادت ممكن أنكم تستخدموا الملينات المصروفة عن طريق الطبيب. أحد المشكلات أيضا اللي قد تظهر النفخة والغازات، واردة جدا خاصة في الأيام الأولى بعد العملية. من المهم يعني من الأشياء اللي بتخفف منها تناول المشروبات الدافية مثل النعناع، اليانسون، البابونج، الكمون. تجنب الأطعمة المسببة للنفخة والغازات مثل البصل، الثوم، الزهرة، والملفوف، والبقوليات. كل شخص يعني بيعرف إيش الأشياء اللي بتعمله غازات، يحاول ينتبه منها. أيضا الحرص على المشي والحركة لأنها بتخفف من مشكلة النفخة والغازات. قد تكون سبب مشكلة النفخة والغازات بسبب عدم تحمل اللاكتوز، فمن المهم استشارة الفريق الطبي وخاصة مختص التغذية لو لاحظتوا هالمشكلة تكررت عند تناول الحليب بشكل خاص. وبحال الشخص لاحظ أنه الحليب هو اللي بيسبب له المشكلة، من الأفضل أنه يتجه لتناول الحليب منزوع اللاكتوز، أو يتجه لخيارات الحليب النباتية لو ما توفر الحليب منزوع اللاكتوز. شكرا لاستماعكم، وسعدنا حصولكم على نسخة من كتاب لسة التفاحة.